أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن كما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا إنك لأنت الحليم الرشيد
إنك لأنت الحليم الرشيد. صدق الله العظيم.